السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا في احسن حال ان شاء الله. كنا لمحنا في اكتر من فيديو فات يا شباب اننا هنشرح طريقة لتنفيذ كل المهام المطلوبة من حضرتك على مواقع الربح من الانترنت تلقائيا ودون تدخل منك، بمعنى ان احنا مثلا لو بنستخدم مواقع او بنشتغل على مواقع للربح عن طريق مشاهدة الفيديوهات او النقرات على بعض الصفحات او الروابط، وعن طريق الاداة دي يا شباب هنقدر نتم كل المهمات اللي مطلوبة مننا تلقائيا بمجرد ان احنا فقط بنعمل مهمة واحدة بتتسجل تلقائيا على الاداة وبيتم تكرارها بشكل مستمر، وده بيكون حسب احتياجات حضرتك. والاداة عبارة عن اداة لتسجيل حركة الماوس والكيبورد، يعني حضرتك اي حركة بتعملها بالماوس والكيبورد اثناء تشغيل الاداة بيتم تسجيلها، بتقدر تعمل تكرار العملية الى ما لا نهاية او بتحدد عدد العمليات اللي حضرتك عايز تكررها. طبعا بيبقى فيه بعض ضوابط الشرح العملي، وعلشان كده وعلشان ما اطولش على حضراتكم اكتر من كده يلا بينا نبدأ الشرح. بس خلينا في البداية زي ما تعودنا نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله على بركة الله نبدأ الشرح. في البداية شباب حابب أن أنا أعرفكم بنفسي، أنا أحمد حمزاوي ودي قناة نت بروفيت، قناة متخصصة في شروحات مواقع الربح من الإنترنت والثغرات وجلب الإحالات. علشان كده فضلا وليس امرا لو حضرتك اول مره تشوف القناه يا ريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. طبعا كل الروابط اللي هنذكرها في الشرح هتلاقيني سايبها لك في الديسكريبشن اسفل الفيديو او في اول تعليق. حضرتك بتضغط على الرابط الموجود في الديسكريبشن او في اول تعليق بيدخلك مباشره على صفحه المدونه اللي هتاخد منها كل الادوات اللي شرحناها في الفيديو. اول حاجه شباب هنروح على جوجل كروم وهنكتب في محرك البحث تينيتاسك، ودي الأداة اللي هنستخدمها النهاردة بإذن الله. زي ما حضرتك شايف كده هيظهر معاك الهايبر لينك الأول ده تينيتاسك داونلود أوفيسيال، هنضغط عليه ودي هتكون صفحة تحميل الأداة. هنيجي هنا على كلمة داونلود هنضغط عليها وبنختار أول خيار ده شباب هنضغط عليه داونلود، بيتم تحميل الأداة هنا زي ما حضرتك شايف تنزيلات بتظهر معاك بالمكان ده. بنضغط كليك يمين وبعد كده بتضغط على عرض في المجلد. هي الأداة ما بتحتاجش منك تسطيب وحجمها صغير جدا، بمجرد حضرتك بس هتضغط على الأداة مرتين أو كليك يمين وهتضغط على أوبن أو ران يس. زي ما حضرتك شايف كده الأداة اشتغلت معاك وأصبحت موجودة وظهرت زي ما حضرتك شايف الأيقونة دي، بتقدر تحركها في أي مكان زي ما أنت عايز. كده الأداة موجودة عندي في شريط الأدوات تحت يا شباب، أنا ممكن أعمل لها تثبيت زي ما حضرتك شايف. أول حاجة شباب هنظبط إعدادات الأداة، هنضغط على علامة الضبط اللي حضراتكم شايفينها دي. أهم حاجة عندنا شباب يكون الخيار الأول ده السرعة على 1 زي ما حضرتك شايف، عشان تبقى نفس السرعة اللي حضرتك بتسجل بيها هي نفس السرعة اللي هتكرر بيها العملية. والخيار التاني ده الخاص بتكرار العمليات تلقائيا. بس كده احنا مش محتاجين حاجة تاني من الادوات دي. لو حضرتك محتاج اي حاجة تقدر تتعرف عليها وممكن تتعرف عليها كمان من الموقع الرسمي للاداة اللي حملنا منه الاداة حالا. طب يا شباب عشان نبدأ نستخدم الاداة او نختبرها على اي موقع، هنستخدم على سبيل المثال موقع زي الموقع اللي قدامنا ده شباب الخاص بمشاهدة الفيديوهات او الربح عن طريق مشاهدة الفيديوهات. هنيجي هنا هنضغط على يوتيوب. كنا شرحنا الموقع ده قبل كده وكنا قلنا ان احنا هنستخدم الاداة دي في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. هنضغط على علامة اليوتيوب زي ما قلنا كده شباب، وهنا زي ما حضرتك شايف مطلوب منك ان انت تضغط على العلامة دي بتنقلك على الفيديو في اليوتيوب، بتشغل الفيديو لمدة 10 ثواني او 15 او 20 ثانية ايا كان، وبعد كده بتفرغ من الفيديو وبتبدأ تدخل على الفيديو اللي بعده. كل فيديو بيحسب لك العملات اللي انت شايفها دي في رصيد هنا فوق، وبعد كده اول ما بيوصل رصيدك 50 سنت بالظبط بتقدر تسحب رصيدك تلقائيا. احنا النهارده هنحاول ان احنا نشتغل بالاداه دي على الفيديوهات ونشوف هتعمل معانا ايه، وبرده لسه هنجربها على اكتر من موقع فخليكم معانا. هنظهر الاداه زي ما حضراتكم شايفين كده يا شباب، وعلشان نبدا هنضغط على العدسه دي، وعلشان نوقف برده هنضغط على العدسه دي. تمام، اول حاجه طبعا يا شباب ركز معايا بقى قبل ما نبدا، عايز اقول لك على حاجه. دلوقتي لو الفيديوهات دي مثلا بتشتغل بمده زمنيه مختلفه، يعني في 10 ثواني في 20 ثانيه، فانت حاول ان انت تظبط على اكتر فيديو. يعني مثلا لو بدات بفيديو 10 ثواني وانت عارف ان القائمه دي فيها لسه فيديوهات 20 ثانيه، في انتظار الفيديو انتظر لمده 20 ثانيه علشان ما تحصلش معاك اي اخطاء. انا هضغط على العلامه ده شباب عشان ابدا التسجيل. ظهرت باللون الاحمر كده بدات التسجيل. هنزل اول حاجه على علامة التشغيل دي، هضغط عليها
وبعد كده بيدخلني على الفيديو زي ما حضراتكم شايفين. هشغل الفيديو لمدة 10 ثواني. طبعا انا مش هينفع اشغل عشان خاطر حقوق الطبع والنشر، فانا هعتبر نفسي ان انا شغلت الفيديو لمدة 10 ثواني. وبعد ما اخلص 10 ثواني هنا بتظهر هنا اهو اشارة ان حضرتك حصلت على العملات اللي كانت موجودة جنب الفيديو. بعد كده شباب بعد ما خلص 10 ثواني، طبعا يا شباب قلنا لو الفيديوهات بتشتغل بمدة زمنية مختلفة فاحنا هناخد اقصى مدة او اكتر مدة فيديو وهنشتغل عليها. اعتبر نفسي ان انا قضيت معاكم هنا ال 20 ثانية او ال 10 ثواني، وبعد كده هكنسل الصفحة خالص. ارجع للصفحة الرئيسية، اعمل ريفرش للصفحة زي ما حضراتكم شايفين كده علشان تجيب لي فيديو جديد، وبعد كده هضغط تاني وهكرر العملية. انا بكرر العملية تاني عشان اوضح لحضراتكم، ولكن هي المفروض ان انا كده ابدأ التشغيل. هعتبر نفسي ان انا شغلت الفيديو، ضغطت هنا على علامة التشغيل وشغلت الفيديو وخلاص مدة الفيديو خلصت. هنكنسل الصفحة وبعد كده هنعمل ريفرش للصفحة دي. طب علشان بقى نبدأ نخلي الأداة هي اللي تشتغل يا شباب، هنيجي على الأداة نظهرها كده وهنعمل ستوب بالعلامة دي، رجعت تاني باللون الأزرق، وبعد كده هنضغط على علامة البلاي اللي حضراتكم شايفينها، ومن هنا هتبدأ الأداة تكرر العملية تلقائيا إلى ما لا نهاية لغاية ما حضرتك توقفها. طب لو حضرتك عايز توقفها ممكن توقف الأداة بالضغط على زر F9 وتشغيل مرة تانية من F10، وممكن تضغط برضو لو الماوس رجع تاني هنا وهو بيكرر هتضغط على علامة العدسة هتم إيقاف الأداة معاك عادي جدا زي ما هتشوف معايا دلوقتي. فأنا هضغط هنا على بلاي وحضراتكم ركزوا معايا وشوف التكرار هيكون عامل ازاي. كده الأداة هي اللي هتشتغل يا شباب. أول حاجة هتضغط على تشغيل الفيديو من تحت زي ما حضرتك شايف كده، دخلت على صفحة الفيديو. طبعا الحركات دي كلها اللي انا كنت بعملها اثناء الشرح فكلها هتتكرر زي ما هي بالظبط، لو لمست الكيبورد او عملت اي حاجة من الكيبورد او الماوس هتتكرر زي ما هي بالظبط، او نفس الحركات اللي الماوس بيتحركها دي بالظبط هي اللي هتتكرر معاك. كده هيلغي الصفحة زي ما حضرتك شايف وهيرجع تاني للصفحة الرئيسية، يعمل ريفريش للصفحة ويبدأ يشغل فيديو جديد. طبعا عشان انا بشرح فطبعا العملية بطيئة معايا، لكن حضرتك بالنسبة لشغلك انت هتبقى العملية بكل بساطة وبكل اريحية. اول ما الاداة بتظهر كده لو ضغطت معاها على العلامة دي انت كده وقفت الاداة، يعني لو هي رايحة تضغط على العدسة انت ممكن تضغط معاها بالماوس ووقفت الاداة، يا اما تستخدم لوحة المفاتيح زي ما قلنا بF9 وبF10. ده موقع من المواقع اللي نجحت عليه الطريقة. نجرب موقع تاني، خليكم معايا ثواني كده هنفتح موقع تاني. ده شباب موقع تاني ممكن نجرب عليه برضو نفس الطريقة، وده بتقدر تكسب منه عملة الروبل، وبتقدر من خلال الموقع ده انك تجلب احالات لروابطك بطريقة رهيبة جدا، ان شاء الله هنشرحه في فيديو قادم. وانا بنصح بالتسجيل في الموقع ده لو حضرتك مهتم بموضوع الاحالات. عشان نبدأ نستخدم الطريقة على الموقع ده شباب هنضغط على شاهد الاعلانات، وهنا بتظهر صفحة الإعلانات زي ما حضرتك شايف هنا كده، ولكن هنا زر النقل أو زر الانتقال إلى الموقع في أماكن مختلفة زي ما حضرتك شايف، ودي الفكرة اللي أنا حبيت إن أنا أوصلها لك. وطبعا عشان نتفادى الكلام دوت والأداة تنقر على العلامة الزرقاء دي بأمان، هنا شباب بقى لازم نشغل دماغنا شوية. طالما إن الزر ده بيتحرك مش في أماكن ثابتة زي ما حضرتك شايفين كده، في أماكن مختلفة هنضغط أكتر من ضغطة في أكتر من مكان مختلف، يعني زي ما حضرتك شايف هنا وهنا وهنا، وهنضغط ما بينهم أكتر من مرة بحيث إن هو الزر لو اتحرك في أي مكان تاني نضمن إن الماوس هيضغط عليه. يعني إحنا هنضغط في أكتر من مكان يا شباب علشان نضمن إن الزر ده لو اتحرك الماوس إن شاء الله هيكون ضغط عليه. فهنعمل إيه بالظبط؟ هنشغل الأداة زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعد كده مثلا هشوف آخر مكان هضغط عليه هيكون هو الزر الأزرق ده، فأنا هضغط هنا مثلا وهضغط هنا وهضغط هنا وهضغط هنا وهضغط هنا، كده أنا ضمنت إن الأداة تنقر على الرابط أيا كان مكانه. طيب كده دخلنا على صفحة الموقع، وهنا ما بيطلبش منك الانتظار داخل الموقع، يعني يا دوبك أنت دخلت تقدر تخرج تاني كده وتعمل ريفرش للصفحة علشان الاعلانات تجيك في البدايه زي ما حضرتك شايف كده. طيب كده احنا مش هنعمل حاجه تاني، هنوقف الاداه وهنقول لها هي تكرر. تعالوا نشوف كده بقى، طبعا زي ما حضرتك شايف هنا مكان الرابط اختلف. طيب تعالوا نشوف بقى العمليه اللي احنا عملناها في اكتر من نقره دي نجحت ولا لا. لو ضغط على المكان اللي فيه الرابط ده يبقى العمليه نجحت. طب نبدا التشغيل، يلا نبدا زي ما حضرتك شايفين كده، هو هيضغط في اكتر من مكان. انا كده يعني هو بيقلد الشرح اللي انا كنت بشرحه، ولكن ليها نصيب ان هي برضو تكون في مكان النقر وتضغط عليه.
زي ما حضرتك شايف ده دخلنا على موقع بتاع الفيديوهات اللي احنا كنا لسه بنشرحه، يعني هو معروض اصلا على الموقع، هنا حد عمل له عرض على الموقع. تمام كده، عمل ريفرش للصفحه زي ما حضرتكم شايفين، وبيرجع تاني كانه هيكرر، وزي ما حضرتك شايف هيضغط تاني على نفس الاماكن كلها اللي احنا ضغطنا عليها. طبعا عشان الشرح زي ما حضرتك شايف كده هو انتقل اهو تلقائيا الى الموقع التاني. وطبعا يا شباب زي ما قلنا علشان الشرح العملية بتكون بطيئة معايا شوية، ولكن انت في الشغل هيكون الموضوع سريع معاك وبسيط جدا، وهتقدر بقى ان انت تسيب الجهاز شغال براحته لغاية لما يخلص كل المهام، من غير ما تفضل قاعد بقى انت تضيع وقتك وتفضل تضغط على ده وتعمل على ده. دي العملية التالتة يا شباب هيبدأها اهو زي ما حضراتكم شايفين. زي ما قلنا نتبع الطريقة اللي نفذناها مع بعض دلوقتي، لو الروابط اماكنها بتتحرك فشغل دماغك، يعني انت ساعد الاداة ان هي تساعدك، مش شرط بقى ان انا ايه هما نقرات معروفة في اماكن ثابتة وخلاص، لا انا شغل دماغي برضو، انا احاول ان انا اطور من الاداة واخليها تشتغل معايا بافضل نتائج. طبعا كل الحركات اللي هو بيتحركها دي اللي انا كنت بعملها اثناء الشرح لما كنت بشرح لحضراتكم. ادي موقع رابع او خامس اهو دخل عليه، وبرضه هيرجع هيكمل زي ما هو، ولو سبت الاداة هتفضل شغالة زي ما قلت لحضراتكم. تمام كده يا شباب، بنضغط على العدسة تاني عشان نوقف الاداة، او بنستخدم الكيبورد. طبعا يا شباب الطريقة سهلة جدا ومش محتاجة اي تعقيد، ولو في اي مشكلة معاك كلمني في التعليقات ان شاء الله وانا هرد عليك فورا وهنحلها مع بعض. وكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية شرح النهاردة، ياريت لو عجبك الشرح متنساش تدعمنا بلايك للفيديو، شرفنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد.